معنا الآن الأستاذ فيصل خالد النابودة، مدير العلاقات العامة والمجتمعية بجمعية الشارقة التعاونية. أستاذ فيصل، السلام عليك ومساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالنور يا أبو راشد. كيف حالك يا فيصل؟ كيف أمورك؟ الله يخليك، الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. أخي الكريم، وردت لنا مكالمة الأسبوع الماضي في ما يتعلق بأن جمعية الشارقة التعاونية أسعارها غالية. نعم. إذا ما قورنت بالمتاجر الأخرى. وهذا الأمر متكرر أخ فيصل، تأتينا كثير من الملاحظات في هذا السياق، فبالتالي أعتقد أن أنتم كذلك تصلكم هذه الملاحظة، فكيف تردون على هذا الأمر المتكرر؟ طبعا أول شيء نشكركم يعني على هذا البرنامج الطيب، ونشكر القائمين على هذا البرنامج. طبعا يعني نحن دائما في تعاونية الشارقة لدينا يعني نعمل دائما ونراقب قطاع التجزئة، نراقب الأسعار الموجودة في السوق. طبعا بخصوص المتصل، في الأسبوع الماضي نحن قمنا بالتواصل مع المتصل وأخذنا معلومات المنتج، وتم الوصول يعني إلى حل إن شاء الله لهذه الأسعار. نحن من بداية السنة نعمل على خطة لتسعير المنتجات الموجودة في تعاونية الشارقة، وحتى الآن وصلنا إلى تقريبا خفضنا الأسعار إلى أكثر على 11 ألف منتج في تعاونية الشارقة. طبعا يعني وبخصوص الرد على هذا الخفض على المتصل الأسبوع الماضي، لم نقوم بالرد على طول، قمنا نحن أوردي نعمل على خطة، وفي الآن تقريبا نطلع نطبع على الهواء ونباشر ونقول أن هذه الخطة موجودة وفي غضون بداية السنة. حتى الآن عملنا وخفضنا على أكثر من 11 ألف منتج في الجمعية من بداية سنة 2021. نعم. إلين اليوم خفضتوا على كم منتج؟ 11 ألف. كم نسبة التخفيض هذه؟ ولا متغيرة؟ لا متغيرة، نسبة التخفيض متغيرة، ولكن يعني احنا تقريبا نقول 11 ألف منتج تم العمل عليهم وخفض الأسعار في تعاونية الشارقة. ممتاز. تعاونية الشارقة توفر أكثر من 50 ألف منتج. ممتاز. في أفرعها المختلفة. ممتاز. نعم. ممتاز. نعم. وهذه الخطة مستمرة ولا خلاص وقفتوها؟ هل بيكون في تخفيضات على منتجات أخرى كذلك؟ لا طبعا هذه الخطة مستمرة، نحن نعمل يعني احنا حتى الآن وصلنا إلى هذا الرقم من بداية السنة، ولكن نحن سوف نعمل على حتى أكثر منتجات، أكثر حتى نوصل مثلا 15 ألف منتج أو 20 ألف منتج. الهدف يعني دائما نحن طبعا السوق متغير، الأسعار متغيرة في السوق خاصة في قطاع التجزئة، نحن نراقب الأسواق الموجودة، نراقب المنافسين، وطبعا في نفس الوقت يعني كخطة يعني مثلا لما يكون في هناك شكوى ولا شيء على منتج معين، ففي بعض الأحيان ننوه للمتسوقين وللمساهمين، نحن نراقب الأسواق، وفي نفس الوقت اليوم أنا عندي عرض على منتج معين، بكرة هذا العرض موجود عند منافس آخر، فممكن اليوم سعري أنا أرخص من المنافس، ولكن بعد أسبوع بعد أسبوعين هو يكون أرخص عني أنا بحكم العرض هذا الموجود على المنتج المعين. طيب أخ فيصل، يعني بين الفترة والأخرى تأتي الملاحظة هذه، وأنت تعرف مثل ما أنت تخفض ترى بعد غيرك من المنتجات أو عفوا من المتاجر الأخرى كذلك تعمل تخفيضات وتعمل عروض وتعمل كذا، صح ولا لا؟ لكن أنت شو الأشياء اللي تخلي الناس تقول إنه والله ليس فقط الأسعار هي الفارق الوحيد اللي أنا أقارن به بين الجمعية وبين المتاجر الأخرى، لكن الخدمة، لكن تاريخ الإنتاج، لكن طريقة العرض، لكن طريقة حفظ المنتج، هذه كلها مسائل لها بعد علاقة بالسعر، صح ولا لا؟ هذه جميعها تاخذ بعين الاعتبار السعر والخدمه اللي احنا نقدمها في تعاونيه الشارقه. نحن ما نقدر نطلع طبعا نتكلم ونقول هذا الموضوع، بس الناس هذا الموضوع يكون باين وواضح عندهم. انت لما تتسوق في تعاونيه الشارقه غير لما تتسوق في محل او محل تجاري اخرى في الامارات وفي الامارات. صحيح. طبعا احنا يعني عندنا طريقه التخزين، طريقه التبريد لهذه المنتجات، نقل المنتجات في معايير معينه. في عندنا في تعاونية الشارقة طبعا ما تبيعون سلع باقي لها شهر لشهرين وبتنتهي؟ لا 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 طبعا لا.
لان حد من الناس يعني في المتاجر الاخرى ما بنقول وين ولا بنقول هذا، لكن حد من الناس يبيع ارخص لكن يوم نسيت اخذه بقول له شهر بينتهي، شهرين بينتهي، فانت يطيح كبدك عقب يعني. صحيح صحيح، هذا موجود، هذا موجود. وفي نفس الوقت بالأمانة يعني هذه الأسواق هذه تنوه وتقول إن يعني مثلا السعر هذا السعر موجود، وفي نفس الوقت مكتوب تاريخ الانتهاء. صح صح، فهم ما يعني بالعكس هم هذا الشيء هو ما يعني ما يخفون عليك، بالعكس يقول لك موجود. فنحن دائما احنا الاشياء اللي عندنا دائما منتجاتنا دائما طازجه، دائما ما تكون يعني احنا حتى ننوه للناس ان اذا في اي شيء لاحظتوا اي شيء شفتوا مثلا التاريخ الانتهاء قريب، شفتوا مثلا منتج غير صحيح مثلا من ناحيه التخزين ولهذا، على طول يتواصلون ويانا يعني ونحن حاضرين يعني ما عندنا مشكله. مركز الاتصال لدينا موجود يعمل طوال ايام الاسبوع، رقم مركز الاتصال 600-548-884 600-548-884 3-8-4 600-548-884 هذا. نعم. 24 ساعة؟ نعم نعم. طيب أخ فيصل، أنا بعد أبغي أتكلم معاك في ذات الإطار، المسألة مثل ما ذكرنا القضية ليست قضية أسعار فقط. نعم. السعر مهم جدا، لكن كثير. نعم. من الناس يقول لك أنا بغض الطرف إذا كان السعر شوية أكثر أو نفس السعر في المتاجر الأخرى، لكن أحصل خدمة أفضل، أحصل مكان. نعم. أفضل. يعني أنا بشرح لك سؤالي بطريقة أخرى، اليوم إذا أنت كل جمعيات الشارجة التعاونية بتصير بمستوى مركز الرحمانية التجاري، ها؟ يعني الناس ما عندها مشكلة. ليش؟ لأن بسير الجمعية وفي نفس الوقت عندي محلات أخرى، عندي متاجر أخرى، عندي المكان راقي، عندي المواقف متوفرة. لكن إذا بتقول لي مثلا بعاني حتى حصل موقف مثل ما هو حاصل في حلوان أو مثل ما هو حاصل في القراين، هذه أنا بشقى وبتعب حتى أحصل لي موقف حتى أدخل داخل الجمعية، بخلاف أن الجمعية من داخل مكركبة، بخلاف أن الجمعية مش مرتبة. فهاي المسألة كيف أنت هاي الثقافة كيف كذلك تقنع فيها الجمهور أن تيلي جمعيتك، ها، اللي أنت مرتبنها ومنظمنها بطريقة جيدة حتى لو كان شوي السعر زيادة ما عندهم مشكلة. والله نحن في 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 نفس الوقت يعني مثلا المركز التجاري مركز الرحمانية، طبعا هذا الفرع اللي موجود في المركز مختلف، هو اكبر فروع تعاونية الشارقة. طبعا هذا الفرع يعني صراحة بالأمانة يعني حتى نحن مثلا نسكن بعيد عن منطقة الرحمانية لكن نروح لهذا الفرع. نحن قمنا ما نصير لا الرحمانية. نعم. وسوينا زحمة على أهلنا وحبايبنا في الرحمانية ونترياكم. نعم. تخلصون. نعم. لما القراين، لما القراين مكركب. لا ترى الحين بالعكس الفرع اللي في القراحن شغالين عليه وماخذ وقت شوي، لان هاي الفتره في وايد امور يعني مثلا قبل كانت التعديلات اللي تحصل داخل الفرع بسيطه، ولكن ان شاء الله التعديلات هذه المره ان شاء الله تكون مختلفه وتغير جذريه يعني. نعم نعم، تغيير جذري في الفرع، طريقه صف المنتجات، الممرات، ان شاء الله يكون يعني شيء افضل ان شاء الله. طيب بتبقى مساله كذلك واعتقد مهمه جدا ل العميل أو للزبون مثل ما أنتم تسمونه. نعم. أو للشريك مثل ما البعض يحب أن يطلق عليه هاي التسمية، أن شريك في النهاية هو اللي. نعم. هي قضية توافر المنتجات أستاذ فيصل. أحيانا. نعم. بعض الناس تصير متاجر معينة بدون ذكر أسمائها، متاجر معينة يقول لك لأن هذا الشيء ما تحصله إلا في المتجر هذا، تصير. نعم. الجمعية ما تحصله، تصير. نعم. في كارفور ما تحصله، تصير. نعم. في مثلا كذا ما تحصله، تحصله في المتجر الفلاني. نعم. او تحصل في المتجر الفلاني هذا اللي انا ما ابغي اطري اسمه. نعم. تحصل عندهم اشياء يعني راقي او مستواها شوي خلنا نقول عالي مستوى. طيب ليش هاي الثقافه او ليش هاي الانطباع ما يؤخذ كذلك عن جمعيه الشارجه التعاونيه ان فيها منتجات ما تتحصل في مكان ثاني؟ والله نحن نشوف في بعض الأفرع عندنا كما ذكرت يعني مثلا فرع الرحمانية المنتجات اللي موجودة فيه مختلفة. عندك الأشياء اللي هي مثل ما نقول يعني اللي شوي الأصناف اللي تعتبر خلينا نقول هاي جريد أو الأصناف المميزة. هاي موجودة في فرع الرحمانية. في الأفرع الثانية نحن شو اللي صار؟ ممكن هاي الأشياء تكون موجودة ولكن الناس يوم تيجي تقول لا ترى شوف عندهم أشياء غالية مثلا،
في الفرع هذا. احنا نحاول نوصل الفكره ان هذا الشيء لا، في بعض الناس هذا الشيء مطلوب، بعض يعني من الناس الشريحه المجتمع يحبون يشترون هذا الشيء بالعكس، لكن في بعض الناس لا. فاحنا قمنا اذا الشيء يتم ما حد يشتري في هذا الفرع يتم تغيير مكانه يروح في فرع ثاني. ولكن ارد واذكر نحن مركز الاتصال عندنا موجود، الواحد يقدر يتصل قبل لا يروح لاي فرع، يتصل يقول انا بغيت المنتج الفلاني خبروني موجود في اي فرع. طيب يعطون الجواب. اخ فيصل ما عليه، موضوع اخير لو طولت عليك، لكن ترى قدامي وايد اسئله من قبل الاخوه المستمعين حاضرين ويدورون حد مسؤول في الجمعيه يجيب على اسئلتهم يعني، وانتم جزاكم الله خير ما مقصرين يعني بين فتره والاخرى، سواء انت اخ فيصل او السيد المدير كذلك جزاه الله خير يعني جزاكم الله خير تجاوبون على اسئله الاخوه. أحد الأخوة كذلك يسأل فيما يتعلق بأن أحياناً وينسى أحياناً بعض المنتجات يقول اللي هي مثلاً خالية من السكر، أو يعني اللي هي المنتجات خلنا نقول ما أدري بوين سارت الرسالة تو قدامي، اللي هي لفئات معينة، الجماعة اللي عندهم أمراض معينة أو غيرها، هذه يقول يفترض أن تكون واضحة بحيث أنه ما يختلط على هذا، لأن هذا الريال يبقى يأخذ المنتجات هذه بتأثر عليه في صحته إذا أخذ المنتج الآخر. هذه طبعا يوجد مناطق يعني مخصصة في أفرعنا المختلفة للمنتجات هذه، هذه موجودة دائما نشوف في منطقة معينة مكتوب عليها مثلا منطقة مثلا المنتجات الصحية، المنتجات الخالية من الجلوكوز، المنطقة في يعني هاي الأشياء موجودة في كل منطقة وبشكل واضح، يعني بشكل واضح يبين حتى شكل الأرفف هذا مكان مختلف يكون. طيب أخ فيصل، أحد الأخوة كذلك يقول أن كثير من السلع في فرع كلباء، وأنا أقول كلباء وغير كلباء كذلك، لا توجد عليها أسعار، وشكرا لأخ عبد الله. يقول هذه ملاحظة كذلك يشوفونها الأخوة في على رفوف الجمعية. نعم احنا بالعكس يعني احنا مثل ما يعني ارد واذكر دائما ان يعني بالعكس احنا ممكن هاي الاشياء ما تمر علينا، احنا ممكن مثلا بعض الارفف موجوده للموردين لهذا، بالعكس احنا دائما لما هالملاحظات تكون موجوده احنا بالعكس نشكر الناس اللي تواصلوا ويانا، كثير يتواصلون ويانا يقولون مثلا في هالنقطه في هذا المكان في كذا، فبالعكس ارقامنا موجوده دائما في كل فرع، في مدير فرع، في مسؤولين موجودين يقدرون هم يتواصلون وياهم ونحن نشكرهم يعني على هذا الشيء. ما علي لو سجلت عليك أخ فيصل. فيصل داخل عشان بيتكلم عن موضوع واحد ونحن ما خلينا سؤال ما سألناه. أخ فيصل موضوع أخير، أنت قلت في كل فرع مدير ومسؤول وعنده قرار ويقدر يتصرف في قضايا مثل كذي. طيب أنا بسأل سؤال، هذا السؤال من عندي أنا لاحظت يعني، وكلمت فيه سعادة عضو مجلس الإدارة الأخ محمد أمين جزاه الله خير، وقال لي نفس الملاحظة هذه وصلتني من أكثر من شخص، لكن ما أدري الظاهر ما صار شيء فيها في الموضوع هذا بعد يعني. الآن الجمعية جزاها الله خير وزعت الأرباح مشتريات في البطاقة نفسها، صح ولا لا؟ نعم. طيب يوم تصير أنت تشتري من البطاقة هذه أخ فيصل، وهاي أتمنى إيصالها للإدارة كذلك، يوم تصير تشتري من البطاقة ما يحسب لك المشتريات، يقول لك لا المشتريات ما تنحسب. ليش ما تنحسب؟ ترى أنت في النهاية أعطيتني هذه مشتريات المفروض كنت تعطيني إياها كاش أو تعطيني نقدا، لكن أنت اتخذت قرار وبالعكس ما عندنا إشكالية خليتها في رصيدي، ليش ما تحسب لي إياها كمشتريات؟ الإشكالية وين؟ الإشكالية أن بعض الجمعيات تحسب وبعض الجمعيات ما تحسب، منضدة مبيعات تحسب منضدة أخرى ما تحسب، يعني صاير العملية عشوائية، هذا عنده قرار هذا ما عنده قرار، هذا عنده خبر هذا ما عنده خبر، يوم تراجع تقول لك تعال هذا حسب لي هناك في المكان ثاني، يقول لك لحظة شو بتأكد. نعم. يصير نعم. يتأكد يقول لك ها ما عليه اسمح لنا ويحسب لك إياها، حد منهم ما يطيع يحسب بعد. صحيح. فهاي لازم تحلونها أخ فيصل، توصلها للإدارة جزاك الله خير تنحل، لأنه وايد شكاويتنا في الموضوع هذا. ان شاء الله ان شاء الله هذا الموضوع بنوصل للاداره عندنا، وفي نفس الوقت بس حاب اني اضيف ان احنا هالموضوع وصلنا ونحن قمنا بالاجتماع مع الموارد البشريه عندنا وفريق العمل الموجود، تم توضيح الاليه لهم. فان شاء الله يعني خلاص في هذا الاسبوع نحن تقريبا اجتماعنا ويا جميع المتماسكين او المسؤولين عن هذه المناطق الموجوده في الافرع المختلفه، الناس الموجودين المدراء الموجودين في الافرع، تم توصيلهم هذه الفكره، وان شاء الله ان شاء الله ما نواجه اشكاليه في هذا الموضوع. الله يوفقكم اخي الفاضل ويجزاكم الله خير، لكن في النهايه ترى نحن
نقول جمعية الشارجة التعاونية ما نبد عنها، لأن في النهاية هي جمعيتنا كلنا نحن في الشارقة، أهالي الشارقة، لأن أحد الأخوة يقول هي الاشتراك فيها أو العضوية فيها لأهالي الشارقة بالدرجة الأولى، نقول لأهالي الشارقة، لكن أعتقد في كذلك عضويات لخارج الشارقة، صحيح أخ فيصل؟ نعم يوجد اشتراطات، يوجد اشتراطات، لكن نحن نقول بالدرجة الأولى هي جمعية تعاونية أهلية لأهالي الشارقة مثل ما في جمعيات أخرى في المناطق الأخرى. فبالتالي نحن شركاء لكم كجمهور، شركاء لكم، ومصلحتنا هي مصلحتكم، ونحن عارفينكم أنتم ما بتقصرون، جزاكم الله خير في القرارات اللي تصب في مصلحة الجمهور. مشكور أخ فيصل، وجزاك الله خير وما قصرت، مشكور أخي الكريم. الله يخليك، الله يخليك، بارك الله فيك. حبيتني أضيف شيء بس. تفضل تفضل أخ فيصل. النهاية نحن إن شاء الله يعني تقدر عندنا مشروع جديد إن شاء الله، حق مش فقط للمساهمين، حتى لجميع المتسوقين في تعاونية الشارقة. إن شاء الله لدينا برنامج ولاء جديد نطلقه في تعاونية الشارقة، ما شاء الله. هذا يستفيد منه الجميع، جميع المتسوقين من تعاونية الشارقة يستفيدون من هذا. جميل. البرنامج بيكون لمصلحة المشتركين، للجميع. جميل جميل. نعم جميل. فإن شاء الله طبعا بنوافيكم في التفاصيل إن شاء الله بعد أسبوع إن شاء الله، يعني بعد أسبوع من اليوم نحن نتريى مكالمة من الأخ فيصل يخبرنا. نعم. بجديد برنامج ولاء المساهمين، أو ولاء شو تسمونه أنتم، ولاء المشاركين. لا لا ولا البرنامج ولا خاص سميناه تعاونيتي. تعاونيتي. نعم ممتاز. نعم. ممتاز. نعم. عيب نترياكم بعد اسبوع اذا الله اراد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ولا شك ما بي منكم الا الخير ان شاء الله. الله يخليك. مشكور سعادتك، جزاك الله خير، جزيل الشكر. الاخ فيصل خالد النابوده مدير العلاقات العامه والمجتمعيه بجمعيه الشارجه التعاونية.